بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة، دعاء كان يواظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة. هذا الدعاء لا يقدر بحسنات، لا يقدر بحسنات، وفيه خير عظيم جدا لمن يواظب على هذا الدعاء. روى الإمام الحافظ السيوطي في كتابه الجامع الكبير لجامع الأحاديث، والإمام الدارمي في الفردوس، والإمام حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، من حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قضى صلاته قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إن للسائلين عليك حقا، أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر قبلت دعوته أو استجبت لدعائه، أن تشركنا في صالح ما يدعونك، أن تشركنا في صالح ما يد... في صالح ما يدعونك، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يتكلم به أحد من خلق الله إلا أشركه الله في دعوة أهل بحرهم وأهل برهم. يعني الدعاء ده جامع. تعرفين دلوقتي في حوالي مليار ونص مسلم على وجه الأرض، ربما في مليار منهم كل يوم بيرفعوا ايديهم ويدعوا، اللي بيدعي ان ربنا يديله فلوس، اللي بيدعي ان ربنا يشفيه، اللي بيدعي ان ربنا يديله علم، اللي بيدعي ان هو يحفظ القرآن، اللي بيدعي له هكذا. واي انسان بيدعو ياكل اكل طيب ماله حلال، ربنا بيديله احد ثلاث خصال اذا دعا الله سبحانه وتعالى: اما انه يستجيب له في الدنيا، وربما ده يكون اقل الخصال، او ربنا يدفع عنه مصيبه على قدر هذا الدعاء، او ان ربنا يدخل له الدعاء ده في الجنه، فلما يخش الجنه يلاقي ثواب عظيم جدا لادعيه كتيره جدا ربنا اخرها عنه للاخره، فيقول: يا ريتك يا رب ما كنت استجبت لي ولا دعاء، من الفرض او عظم الثواب، وده احسن الخيارات. ذلك ربنا، ذلك انسان اذا دعا لازم ربنا بيستجيب، والاستجابه بتبقى اما انه بيديك في الدنيا، او يدفع عنك مصيبه، او يأخره لك في الاخره، وده افضل الخيارات. تتصور بقى لما تشارك مليار مسلم على وجه الارض في كل ادعيتهم، يبقى ربنا هيديك ايه في الثواب؟ ده غير ان ده انت بتقول ان تشركهم في صالح ما يدعوك به، يبقى كلهم هيشتركوا معاك، يبقى هتاخد حسنات بعددهم كلهم. وبعدين بتدعو لهم بالمعافاه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العمي العباس: يا عباس، سل الله العافيه، فانها فإن لم يسأل عبد قط الله تعالى افضل من العافيه، او لم يعطي الله تعالى عبدا قط شيئا او عطيه افضل من العافيه. يبقى المليار دول انت بتقول: يا رب اديهم العافيه، انت بتقول ايه؟ ان تشركنا في صالح ما يدعوك، وان تشركهم في صالح ما ندعوك، هتاخد حسنات بعددهم كلهم. وبعدين بتدعو لهم: وان تعافينا واياهم، يبقى انت دعيت لمليار مسلم بالعافيه، هتاخد بكل واحد فيهم على الاقل قوي حسنه، والحسنه ب10 ربنا يضاعف لمن يشاء. بعدين هتاخد بعدين وان تجاوز عنا وعنهم، دعت لهم بالمغفره. انتوا عارفين لما كنت قلت لكم قبل كده الحديث صححه الامام الالباني وحسنه الالباني وصححه الايسامي وغيرهم، اللي بيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربنا بيديله لكل مؤمن ومؤمن او مؤمن على وجه الارض حسنه. فانت بتدعو، انت دلوقتي بتدعو لكل واحد رفع ايديه على وجه الارض: وان تعافينا واياهم، وان تقبل منا ومنهم، وان تجاوز عنا وعنهم. يبقى كل واحده من دي هتاخد حسنه بعدد كل الناس اللي رفعت ايديها على وجه الارض. لو في مليار واحد دعا، يبقى هتاخد في 10، يبقى ب 10 مليار، 10 مليار، 10 مليار، 10 مليار، دي كده 40 مليار حسنه. دي لا مبالغه، ما انت اذا كان الرسول قال: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. انت بتقول: أن تشركنا في صالح ما يدعونك، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك، أنت دعت لهم كلهم أهو، وأن تجاوز عنا وعنهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، وتعافينا وإياهم، يبقى دعت لهم بالعفو بالعافية، ودعت لهم بأن ربنا يغفر لهم، ودعت لهم بأن ربنا يقبل دعائهم. وبعد كل ده أنت بتشترك معاهم في صالح دعاء. واحد دعا ان ربنا يديه العلم، اشتركت معاه في الدعاء بتاعه، يعني ممكن ربنا يديك علم من غير ما تدعو. يبقى اذا انت
ربنا ممكن يديك خير كتير قوي من غير ما تسأل ربنا الخير ده، لان انت اشتركت معاهم في كل ادعيتهم على وجه الارض. طب في كام واحد بيدعو؟ اللي بيدعو بالصحه، اللي بيدعو بالشفاء، اللي بيدعو بالعلم، اللي بيدعو بالقوه، اللي بيدعو بالمال، اللي بيطلب ربنا سبحانه وتعالى زوجه حسناء او زوجه متدينه. كل ده كل الادعيه دي انت اشتركت معاهم. شوف الثواب العظيم. واحنا قلنا دلوقتي ان الدعوه ربنا بيديك بيها ثلاث خصال، احد ثلاث خصال، يا يستجيب في الدنيا، يا يدفع عنك بيها مصيبه، يا يدخرها لك في الاخره. طب انت اشتركت مع مليار واحد في دعائهم، لازم ربنا يديك احد ثلاث خصال. يبقى ربنا هيدفع عنك كم مصيبه، او يديك كم حاجه، او يديك ايه، او يدخلك ايه في الجنه. ده غير عدد، ده غير انك هتاخد حسنات بعددهم كلهم بدعاء بالمغفره او التجاوز بالعافيه، وبان ربنا يقبل دعائهم ودعائك. يبقى لا يقدر بحسنات، لا يقدر بحسنات، لانك دعت لهم بالمغفره او التجاوز، دعت لهم بالعافيه، دعت لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منهم دعائهم، واشتركت معاهم في كل، اشتركت مع مليار واحد في كل الخير اللي هم بيطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا هيديك احد ثلاث خصال بكل دعوه على وجه الارض. يبقى الدعاء ده كنز ولا مش كنز؟ كنز، كنز عظيم جدا. لا يقدر بحسنات، سواء في فضل الادعيه او سواء في الحسنات اللي تاخدها بالدعوه لكل جميع المسلمين على وجه الارض اللي هم دعوا ورفعوا ايديهم ودعوا. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ازاي بيعلمنا اشياء فيها فضل عظيم جدا لهذه الامه. فيا ريت كل واحد يحفظ، هتحط لكم تحت الفيديو يحفظه، واوعى تسيبه بعد كل صلاه مع احتساب كل اللي انا قلته ده، يعني احتساب الاجر كل اللي قلته ده. كل قولي هذا، استغفر الله اليوم.